النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم اشتدت تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على عموم شرق البحر الأبيض المتوسط وأيضا منطقة بلاد الشام والمملكة. درجات الحرارة كانت مرتفعة جدا، طقس حار إلى شديد الحرارة في عموم المناطق. درجات الحرارة كانت أعلى بكثير من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يوم الاثنين ستتراجع حدة هذه الأجواء الحارة مع استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. هذه الأجواء الحارة ستترافق أيضا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية خلال أيام الأسبوع الحالي، وتعطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار تكون عشوائية الطابع وأيضا متفرقة. تفاصيل أكثر حول هذه المعلومات التي تحدثنا عليها نبدأها بخرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة. يوم الأحد اشتدت تأثيرات الكتلة الهوائية الحارة، درجات الحرارة بلغت ذروتها خلال نهار اليوم، حيث كانت درجات الحرارة في منتصف الثلاثينيات في المناطق الجبلية بينما كانت أربعينية في المناطق المنخفضة. درجات الحرارة خلال ساعة الليل تبقى دافئة في عموم المناطق بشكل كبير، على أن تنخفض قليلا درجات الحرارة اعتبارا من يوم الاثنين مع ابتعاد الكتلة الهوائية الحارة بعيدا عن المملكة، وتأثر المملكة برياح غربية قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط تعمل على انخفاض قليل على درجات الحرارة مع استمرار أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، حيث يستمر الطقس حار نسبيا يوم الاثنين، يعود ليصبح ربيعي دافئ يوم الثلاثاء في أغلب مناطق المملكة. نتحدث الآن عن خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، ونتحدث عن حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة والعالية في مناطق عشوائية من المملكة، تعطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار تتركز خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية وأيضا منطقة العقبة خلال ساعات الظهيرة والعصر. يتجدد تشكل هذه الغيوم يوم الثلاثاء، وتتسع رقعة تأثير هذه الغيوم الماطرة يوم الثلاثاء لتشمل المنطقة الشمالية وأيضا المنطقة الوسطى وعموم المنطقة الشرقية والجنوبية، وتعطل زخات من الأمطار تكون كما ذكرنا عشوائية الطابع وأيضا متفرقة وتشمل حتى مدينة العقبة. هذه الأحوال الجوية الغير المستقرة أيضا تستمر أو تتراجع قليلا شدتها خلال يوم الأربعاء مع ابتعادها باتجاه العراق وأيضا شمال المملكة العربية السعودية، واقتصارها فقط على أجزاء من شرق وجنوب المملكة يوم الأربعاء. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة أو خلال فترة السحور تحديدا، حيث يكون الطقس غائم جزء مع احتمال لهطول زخات رعدية من الأمطار. 21 درجة مئوية الملموسة، 21 الرطوبة حوالي 37%، والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون مقبول. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، تبقى المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة. يوم الاثنين فرصة لزخات متفرقة من الأمطار، 31 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 21 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية مع 29 درجة مئوية أما الصغرى تنخفض ل 19 درجة مئوية. يوم الأربعاء يعود الطقس للاستقرار، طقس مشمس مع 29 درجة مئوية أما الصغرى تسجل 17 درجة مئوية فقط. كان هذا كل ما لدينا الحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.